والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الميثود اللي راح نحكي فيها برضو في السترينج بتكون عبارة عن كار كود آت، كاركتر كود آت، وديت بقى يا جماعة ميثود جميلة خالص، طريقة بترجع عدد صحيح من النطاق، يعني من الرينج، في الرينج من 0 ل 65535 اللي هو اللي بيتمثل لي شفرة يو تي اف 16. وديت الاصل جافا سكريبت بتشتغل على يو تي اف 16. ديت ليها بارامتر واحد وبارامتر واحد بس اللي هو الاندكس، وده قيمته من 0 ل فما فوق، يعني من 0 وانت طالع لغايه اقل من اخر النص بواحد طبعا، لانها برضو بتبدا بصفر، وفي حاله الاختلال بتاع انك كتبت مثلا رقم مش موجود فبترجع لك ايه، بترجع لك صفر، بترجع لك سترنج فاضي بعكس الداله اللي فوق، يعني هي بتطلع لك الترميز بتاع النص ده في في في, في يو تي اف 16. يعني الصفر مثلا الترميز بيكون عباره عن رقم 65، لو انا جبت مثلا كاركتر ست، هي حتى انت لو اخدت بالك ان يو تي اف 16 بتشتغل معاك يونيكود، فهمني، فهي برضو يعني ديت نقطة جميلة في جافا سكريبت. لو أنا حاولت مثلا أجيب الكمبليت في الكاركتر كلها، كاركتر كلها، وحاولت، أنا كنت كتب حرف الـ A باين، أنا بقول له صفر يعني عايز حرف الـ A، الكاركتر بتاع حرف الـ A، فلو نزلت الـ A كابيتال يا جماعة، لو نزلت عند حرف الـ A الكابيتال وفتحت الـ عشان اشوف الكاركتر تبعه، هلاقي بالفعل في اليو تي اف 16 في الديسيمال قيمته بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن 65. فده اللي بتعمله الكار كود ات، هو بتكتب لي الكود اللي بيمثله الحرف الايه، فبالتالي يعني انت عارف انت ممكن تعمل عليها شغل من نواحي ثانيه. انا بس بحاول يعني زي نوري حضرتك امكانيات جافا سكريبت في التعامل مع جاست اونلي النصوص، وهنشوف امكانياتها برضو في التعامل مع الارقام، عدد كبير جدا من العمليات اللي ممكن تجريها جافا سكريبت على داتا تايبز مختلفه، وتخيل القوه اللي انت ممكن تستخدم فيها الكلام ده لما تتعامل مع سيرفر سايت، لما تتعامل مثلا مع مكتبه سيرفر سايت، او مثلا ما تتعامل مع لغه سيرفر سايت زي مثلا بي اتش بي، فبي اتش بي مع جافا سكريبت، ومثلا في 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 نقول بروجكت للسيرش داتابيز ولا بتاع، فبتلاقي ان جافا سكريبت بتدي لك يعني جوانب جدا قويه في التعامل مع السترنجز، وهتدي لك جوانب قويه برضو في التعامل مع الارقام، فبتغطي لك امور مختلفه، وديت الروعه اللي بتعملها جافا سكريبت. ديت الطريقه هتبقى الفرق ما بين التشار ات، انها بتحاول تظهر لي نص انا كاتب له الاندكس بتاعه رقم، بتظهر لي الحرف اللي مكتوب، لكن هنا مش بتظهر لي الحرف المكتوب، لا بتظهر لي الترميز بتاع الحرف المكتوب بيو تي اف 16. تمام، يعني انا لو قلت له مثلا واحد، فانا كده ايه، فانا كده عايز الترميز بتاع ايه، بتاع الرقم الاندكس بتاعه واحد، يبقى ايه الكاركتر الاندكس بتاعه حرف ال. طيب نرجع ليو تي اف 16 نشوف الاندكس بتاع حرف ال السمول المره دي يا جماعه، مش كابيتال، اوكي السمول، هو هنا هو ماشي، هو هنا مطلع لي كام؟ 108 على ديسيمال، وتقريبا هيطلع لي 108 على الديسيمال، فهي ايه؟ نفس السيناريو ده بالنسبه للتشار كود ات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله تعالى.